جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البوصلة انتشرت في الوقت الحاضر شيخ صالح، ومنها ما هو بحجم صغير وبسعر زهيد جدا ومن صنع دولة إسلامية. هل يرى فضيلتكم أنه لا مانع من الاعتماد عليها لمن غابت عنه جهة القبلة أو كان في بلد غير إسلامي؟ إذا كان ليس عنده إمكانيات يعرف بها القبلة، الذي يكون في بر ولا يعرف أدلة القبلة واتجاهاتها، أو كان في بلد غير إسلامي ولا يعرف اتجاه القبلة، فلا بأس أن يعمل بالبوصلة، لأنها قرينة على معرفة القبلة، ولأن هذا منتهى استطاعته. لكن مع اختيار البوصلة الجيدة المنضبطة، لأن ما كل البوصلات تكون منضبطة. نعم.